في إطار العلاقات المتميزة والأزلية بين البلاد وجمهورية السودان الشقيقة في العديد من المجالات وبخاصة مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وعليه جاء هذا اللقاء الذي جمع مدير جامعة النيل الأبيض بمدينة كوستي السودانية الدكتور الشاذلي عيسى حمد بوزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور زكريا فضل كتير بحضور مستشار رئيس الجمهورية في التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين، وذلك بهدف فتح فرع للجامعة بالعاصمة أنجمينة في التخصصات العلمية، وهي التخصصات الطبية والعلمية. سنبدأ إن شاء الله بالطب 5 سنوات، وهندسة العمارة 5 سنوات، وبكالوريوس الشرف علوم المختبرات الطبية 4 سنوات، وأيضا علوم الحاسوب وتقنية المعلومات 4 سنوات. بعد أخذ الموافقات الرسمية وبعد التزامنا بكل الشروط، نحن الشهادة ستكون تبعا لجامعة النيل الأبيض السودانية، توثق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية. الوزير زكريا فضل كتير خلال كلمته في هذا اللقاء أكد للوفد السوداني بأن البلاد في حوجة للتخصصات العلمية، مضيفا بأن أبوابهم مفتوحة للتعاون المشترك في مجال التعليم العالي، وإن موافقة فتح فرع لكليات الجامعة بأنجمينة سيكون بعد دراسة للملف الخاص بها طبقا للشروط ومواصفات المؤسسات التعليم العالي بالبلاد، امتدادا للاتفاقيات التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي السودانية ووزارة التعليم العالي لجمهورية تشاد. العام الماضي جاء وفد من جامعة النيل الأبيض من أجل افتتاح فرع لهذه الجامعة في تشاد. حقيقة هذا يأتي يعني ضمن سياسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الذي يسعى دائما لتوسيع التعليم. يذكر أن فتح فرع لجامعة النيل الأبيض السودانية بأنجمينة سيكون إضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي، ويفتح جسرا للتواصل وأفاق التعاون المشترك بين الوزارتين التشادية والسودانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة. تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي هي الطريقة الحديثة للتواصل بين الناس في الآونة الأخيرة، وهذا يدل على مدى أهمية الإنترنت في حياة الناس اليومية. لذا جاء تنظيم هذه الورشة التحضيرية للتقييم والدراسة حول التقنيات في المؤسسات المعلوماتية، التلفون، الإنترنت وتقنيات الاتصالات الحديثة، حيث افتتح أعمال الورشة رسمياً مدير متابعة التكنولوجيا ودراسة المشاريع آدم جمعة صابون، والذي أكد بأن هذه الورشة جاءت في الوقت الذي تخطو فيه البلاد خطوات نحو الجمهورية الرابعة، وأضاف بأن الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها هي معالجة المشكلات المتعلقة بالتوزيع الجيد لشبكات الاتصالات وقنوات التواصل عالية الدقة في كافة الأراضي الوطنية، وبذلك ستحل العديد من المشكلات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. كما تأحدت سلطة تكنولوجيا الاتصالات والبوسطة أرسيب بوضع استراتيجيات وآليات جديدة تسمح للبلاد بتخطي العقبات التي أدت إلى تأخير البلاد تكنولوجيا، وأن بلادنا تشاد في حاجة ماسة إلى دقة الإنترنت من حيث الجودة والتقنيات. إذن بأن الدراسة التي أجريت في معرفة وكشف التقنيات المعلوماتية الجديدة استغرقت مدة 3 أشهر. لأجل الوصول إلى مستوى أفضل بين المجموعات الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، جاءت هذه الورشة التي نظمتها وكالة مشروع دعم معيدات نسبة القيمة الاستهلاكية لخدمات المنازل، وأن هذه العملية جاءت لأول مرة في تشاد بمبادرة ترمي إلى تهديد مستوى ونسبة القيمة المالية للاقتصاد والتنمية في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية سيماكا، فإنه من الضروري وضع جهاز للرقابة الحدودية المشتركة بين دول الإقليم، وذلك لتنفيذ السياسة النقدية المشتركة. يدربوا العمال اللي بتابوا الثمن أنا الخمان في السوق، لأنه هذا مشروع بيسووا في زون سيماك كلها، أي بلد تسيه حقا ويدا، وحاليا كان دور يجملوا يسووا إنفلاسيون يسووا واحد بس للزون سيماك كلها.
وعليه يجب على المشاركين تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة من هذه الورشة والعمل على تحقيق مكاسب مشتركة في دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السيماك. تعد الحملات التوعوية التي تنظمها الجمعيات المدنية والمنظمات هي في غاية الأهمية للمجتمع، وخصوصا في مجال الصحة، حيث نظمت هذه المرة منظمة كل الناس حملة توعوية واسعة بالسوق المركزي حول أهمية الصحة والنظافة تزامنا مع فصل الخريف وارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام. رئيسة منظمة كل الناس الدكتورة ذروة عمر قالت إن هذه المنظمة أسست من أجل خدمة المجتمع، وهذا يتطلب بذل الجهود وتحقيق التنمية الاجتماعية ومشاركة الجميع. كيف الناس إنها تركز تشرب موية كثيرة، يكونوا في محل بارد مثلا، ما يكونوا في الشمس، بالذات الأطفال والناس الكبار. من ضمن الأهداف الصحية أخذنا الضغط والحرارة للناس ووعينا بأهمية المتابعة الصحية. وللتذكير فإن منظمة كل الناس تسعى من أجل صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وأن هذه الحملة تعتبر الأولى من نوعها لصالح المواطنين، وأن مثل هذه الحملات التوعوية والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات تدخل في إطار دفع عجلة التنمية الاجتماعية في البلاد. المحطة الثانية لجولة حاكم إقليم تنجيلي داود كنيفور مقاطعة تنجيلي المركزية، وتحديدا حاضرة المقاطعة مدينة بيري، خرج فيها السكان منذ الصباح الباكر لاستقبال رجل الإقليم الأول الذي جاء وبحوزته رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي قدمها لهم في الأيام الماضية بمدينة موندو، رسالة خرج من أجلها الكبير والصغير والرجال والنساء في لحظة اتسمت بالترقب الحذر. بداية اللقاء الجماهيري استهل بكلمة الترحيب التي قدمها عمدة مدينة بيري على شرف الوفد الزائر. بعدها قام محافظ مقاطعة تنجيلي المركزية جبرين سليمان نورين بتقديم ملخص جغرافي للمقاطعة للحاكم والوفد المرافق له. حاكم إقليم تنجيلي داود كنيفور في خطابه بهذه المناسبة أعرب عن فرحه وسروره بهذا الاستقبال الحاشد، مشيرا إلى أن رسالة رئيس الجمهورية لهم تتضمن التنظيم الجديد للصفوف في الجمهورية الرابعة، مفيدا بأن زمن سرقة المال العام قد ولى، وأن التعايش في سلام وتبادل محترم هو مظلة الجمهورية الرابعة. من هنا لقدام ده بارير ما في رزان، قال شغل ده تمونز أنا بس ما كيقولوا إنهم دورو قالوا ما في ده نادم بطن قرآن هو تبقى بارير، قال سوكي كده يوم ده يلقى كلام واي. وبهذا اللقاء فإن جولة حاكم إقليم تنجيلي داود كنيفور شملت كل من مقاطعة تنجيلي الشرقية وتنجيلي المركزية. فكرة مشتركة بادر بها المسؤول الأول لمقاطعة هراز البيار صديق محمد إيجا بالتعاون مع كل من المفتش التربوي لمقاطعة هراز البيار جد رماد وعدد من أعضاء رابطة تلاميذ الثانويات المختلفة لمدينة المساجد. الدافع من تنظيم مؤتمر النقاش هذا الذي يمثل الأول من نوعه بين التلاميذ والمسؤولين المحليين هو أن الكل لاحظ أن مدينة المساجد تعاني منذ زمن بعيد من عدة إشكاليات ساهمت وبشكل كبير في تأخير عجلة التنمية في هذه المدينة، ووردت هذه الإشكاليات في مختلف المداخلات التي قدمها التلاميذ، وخلصوا جميعا أن المساجد تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء وكذا قطاع الصحة والتخطيط المدني. إن هذه الاحتجاجات والمطالب التي أُرِدت في شكل تقارير مختصرة يعتقد التلاميذ أنها هي من ضمن الأسباب الرئيسية التي تؤرقل عملية التنمية وتقدم مدينة المساجد. أنتتونا رسالة، الرسالة دي أنا ما بنخطوها ساكت، الشيء اللي بنقدره نسويه هنا في المساجد نسويه لكم وانتون أي تردد، والشيء اللي ما بنقدره نسويه نقدر نبلغ السلطات الأعلى مننا عشان يقدروا يسووا لكم.
كما أنه أشاد بهذه الخطوة التي تمثل مرحلة أساسية للانطلاقة لتنمية وتطوير مدينة المساجد. إن افتتاح المقر الجديد لحزب الوسط من أجل العدالة والتنمية تعتبر من أهم الإنجازات والبرامج والأنشطة السياسية لحزب الوسط التي يمارسها مناضلو ومناضلات حزب الوسط. ومن خلال الجلسة الافتتاحية لمقر الحزب تحدث رئيس اللجنة التنظيمية عبد الباسط آدم محمد عن ضرورة تفعيل الأنشطة السياسية، شاكرا الحضور على جهودهم المبذولة من أجل مشاركة الحزب في الأنشطة السياسية القادمة. رئيس حزب الوسط من أجل العدالة والتنمية الدكتور عبد الرحيم يونس علي أشار في كلمته الافتتاحية إلى الوحدة والتكاتف، حاثا المناضلين والمناضلات على المشاركة الفعلية من أجل الدخول في الحملات الانتخابات التشريعية المقبلة. واليوم في تزوير يجيوم أي بغير كمجيب في الشيف ليه الكو تلقى بيروانا بارتيا الوسط ولا ترابو حقا وشنون بيروها نلقى ديباكتان الريجيوم أي شيف ليه تبقى الإشارة. فإن حزب الوسط من أجل العدالة والتنمية سيقدم أنشطة وبرامج جديدة تكون لصالح الشباب وسكان مدينة أنجمينا بصفة عامة. بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد النور محمد الحلو والقائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى البلاد سعادة عامر عبدالله المنهالي، جاءت مناسبة تخريج 114 حافظا لكتاب الله تعالى من المدينة القرآنية بكرل، حيث بدأت المناسبة بآية من ذكر الله الحكيم ومن ثم كلمة ترحيبية لمدير المدينة القرآنية الشيخ عثمان عبد الله بشير، كما عقبه في الحديث القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى البلاد والذي أكد وقوف دولة الإمارات الدائم بجانب البلاد لتقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين والضعفاء. نشكر جميع القائمين في المدينة القرآنية على دعمهم وعلى تحفيز الطلبة، وما ننسى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. من ناحيته النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشار إلى أهمية الخلاوي القرآنية في تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم والعلوم الشرعية. هؤلاء قدموا الإحسان لهذا البلد، ومن النماذج هذه الخلوة المباركة خلوة كرل التي قام سمو الشيخ سيف محمد آل نهيان لكل ما يحتاجونه من مقومات الحياة. للتذكير فإن المدينة القرآنية بكرل أسست في العام 1996 ببادرة كريمة من المجلس الأعلى وبدعم مالي من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، ومنذ تلك الفترة قد خرجت 1176 من حفظة كتاب الله من المهتدين الجدد إلى الإسلام وأبناء القرى المجاورة للمدينة القرآنية. We'll be right back.